الضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينهون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإن يمسسك الله بضر، أي بهم أو غم أو مصيبة أو بلاء أو ضرر أو ضرر، فلا كاشف له إلا هو. لا كاشف للضر، ولا كاشف للبلاء، ولا كاشف للمصائب، ولا كاشف للشر ولما يصيب العباد إلا الله سبحانه وتعالى. والشر ليس شرا محضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشر قد يراه الإنسان شرا، لكن فيه من الحكم والخير الشيء الكثير الذي يخفى على العباد. واحد ولد مات، قد يقول ده شر رحمه الله، لكن ده فيه من العبر ومن الفوائد والرجوع إلى الله تعالى والانكسار لله والصبر والاحتساب، فيه من الخير الشيء الكثير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وده بيجعل الإنسان ما يتعلق بالتمائم ولا بالورق ولا بالحجبات ولا بالودع ولا بغيره من الأشياء اللي يتعلق بها أهل الشرك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة، وفي لفظ من علق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. وفي السنن حسنه الألباني من رواية عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه. الله بيوكلك للشيء اللي تعلقت به، وده ممتاز، وده ما بينفعك ولا بضرك. وفي سنن أبي داود وصححه الألباني من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى، وفي لفظ إنما الرقى والتمائم والتولى شرك، كلها شرك بالله سبحانه وتعالى. كون الزول يتعلق بغير الله وعلق حجاب
ويعلق كمون في رقبته، ويعلق في البهيمة مصايب، ويعلق أوراق، ويعلق في العربية يعلق فيها أشياء عشان خايف من العين، وخايف من العقرب، وخايف من الطلقة، وخايف من الدبيب، وخايف من الخنجر، وخايف من غيره، خناجر والسكاكين. فده شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه قال لك النافع الذي يملك الضر أو الضر هو الله وحده لا شريك له، كما في تفسير البغوي وكما في تفسير ابن كثير وفي جميع التفاسير المعتبرة. والآية دي بتحسم مادة الحجاب تماما. أي زول بيعلق حجاب، بيعلق تميمة، بيعلق ورقة، بيعلق ودعة، وقدان إلى الشيخ وكذا إلى آخره، من المشاكل، من المصائب، من السكاكين، من الطلق، من العين، الآية دي بترد عليهم. لو هو مؤمن جدا الواجب عليه قطع الحاجات دي، قطع الحجبات والكمون تقطع، وهذا مساج ما بجوز. ها أزل. أيوة نعم، بعض الناس برضو بعلق الصورة القام في الحافلات في غيره، القام علق صورة شيخ برضو، ده بيدخل في خايف من العوارض، وخايف وخايف وخايف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولو داير منافع، داير رزق، داير خير، داير صحة، داير عافية، داير جنة، قال لك برضو النافع هو الله وحده لا شريك له. لذلك قال وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى. فلا تتوكل على غيره ولا تعتمد على سواه، وإنما الواجب عليك أن تتوكل عليه وحده لا شريك له. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من رواية ثابت كما قرر الألباني من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو أنكم توكلتم في لفظ، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي لفظ لو توكلتم على الله حق توكله، توكل على الله توكل نجيب، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير لا قرد جامعات ولا غير من النهاية، الطير ده شنو؟ ما قرد جامعات ولا عنده شهادات، والله رازق قلت بيرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالناس يا جماعة تعتمد على الله سبحانه وتعالى. نصوص كثيرة جدا في تحريم الحجاب وإنها ما بتجوز، ولا وفي تحريم الكمون، تعلق الكمون في الرقبة، وفي إنه دي من الشركيات، وإنه ما بينفعك إلا الله، وما بملك الضر إلا الله الضر سبحانه وتعالى. نصوص كثيرة جدا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى عن الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ما تتعلق لك بشيء ثاني. وإذا أراد الله بقوم سوءا، شوف القرآن ده واضح كيف، فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى الله لطيف بعباده، بالطبيعة الله
بيحفظك الله وبينجيك الله سبحانه وتعالى. قال: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده، لله تعالى العلو والاستعلاء، كما قال البغوي رحمه الله تعالى: الاستعلاء بكل أنواعه، علو القهر الغلبة، كما قال البغوي رحمه الله تعالى: علو القهر الغلبة، وعلو القدر القدر. ولك الزول لا لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. ولك الزول لا مكانته عالية، زول لا أخي زول ما ساهم، زول لا مكانته عالية، معناه زول عنده قدر، عنده منزلة، صح ولا ما صح؟ لله المثل الأعلى، علو القدر، علو القدر المنزلة. ثالثا علو الذات، علو الذات، هو بذاته فوق العرش وفوق السماوات السبع وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. أدلة كثيرة جدا عن الكلام وكلام الصحابة، وأنا طوال قاعد أذكر الأدلة كثيرة جدا. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آيات ونصوص كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، أحاديث كثيرة جدا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، أو قال قبل أن يخلق الخلق، فهو عنده فوق العرش. الكتاب ده قال: فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي غلبت غضبي، وفي لفظ: إن رحمتي سبقت غضبي. حديث البخاري في مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها في البخاري، قالت: كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه: كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن. وحديث أبي هريرة: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي صحيح مسلم حديث معاوية رضي الله عنه حديث الجارية، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ده في صحيح مسلم. وفي موطأ الإمام مالك باب العتق أو العتق، تعتق. هذه نصوص كثيرة جدا وكلام الصحابة في الموضوع ده، صحابة كلهم عقيدتهم إنه الله فوق، ما في صحابة عقيدته الله ما فوق أبدا، والله ما افتلقها أبدا، ما افتلقها. وابن مسعود رضي الله عنه كما نقل الذهبي في كتاب العلو وحديث حسن الألباني، أثر حسن الألباني رحمه الله تعالى، قال: مسيرة ما بين السماء والأرض 500 سنة، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة، وسمك كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماوات السبع بحر سمكه مسيرة أو عمقه مسيرة 500 سنة، وفوق البحر العرش
سدرة المنتهى والكرسي إلى آخره. قال: وفوق العرش الله تعالى لا يخفى عليه شيء. هذه الصحابة قال: وفوق العرش الله تعالى لا يخفى عليه شيء. ده صحابة ابن مسعود عقيدته منحرفة، ابن مسعود رضي الله عنه الصحابة عقيدتهم منحرفة، ومعقول الدراويش تكون عقيدتهم صحيحة؟ البين في علو الله تعالى ما عندهم أي حجة، ولو سألتهم غير أي دليل فوق العرش في شنو؟ فوق العرش في شنو؟ ما بيقدروا يجاوبوا. مين هنا ليوم القيامة ما بيقدروا يجاوبوا، يا يقولوا ما عارفين، خلاص أعرف هذه النصوص، يا يقولوا عارفين شفتوا بعينكم شفتوا، لا ما شفتوا، عرفتوا من وين؟ في أدلة وين؟ في آية قالت فوق العرش ليس هناك شيء، في آية قالت كذب، ولا الله قال الرحمن على العرش استوى، والتابعون دي عقيدتهم كلهم. مجاهد بن جبر قال في صحيح البخاري: على العرش استوى أي على العرش، ثم استوى على العرش أي على العرش. النصوص كثيرة جدا وكلام طويل جدا، فهذه الآية فيها إثبات كل أنواع العلو، علو القدر، علو القهر، علو الذات، وهو القاهر فوق عباده. والله قال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الغريب النادر في رجب من البدع اللي عملوها الرجبية، 27 رجب ولك الإسراء والمعراج، تقول لنا الإسراء والمعراج اللي حصل في شنو؟ يقول لك والله الإسراء والمعراج ده معروف يا مولانا، لما الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل عليه السلام وجاءه البراق، البراق ده زي الحصان يا مولانا، هل تعرفه؟ قال بنحرفه وعنده جنحين، وجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام جنب الكعبة في مكة، وجبريل قال له اركب البراق، ركب البراق وطوالي ما شبهه وين؟ هناك الأقصى بيت المقدس، والله جمع على الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، والله نزل عليه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، هذيل الرسل قدامه أسألهم، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ما في إله يستحق إنه يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أهو تاني حصل شنو؟ يقول لك طوالي صعد به فوق البراق معه جبريل يا مولانا، دي ما قصه معروفه. ها صعد به وين؟ السماء الاولى، يا حسيبه لك سما السماء الاولى فيها ادم عليه السلام يا مولانا، ما بتعرف القصه دي؟ بعرفها. والسماء الثانيه والثالثه فيها يوسف وفيها عيسى وابن خالته يحيى يا مولانا، والسماء الرابعه فيها ادريس، لاقاهم كلهم استاذن عليهم جبريل ومدخله بإذن له بيدخل النبي عليه الصلاه والسلام على الأم يدين. السماء الرابعه فيها ادريس، والسماء الخامسه فيها هارون، والسماء السادسه فيها موسى، والسماء السابعه فيها ابراهيم عليهم السلام جميعا، وفوق السماوات السبع في سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى مولانا جبريل وقف فيها عديل، وقال يا جبريل هنا يفارق الخل خليلا، وقال لكل مقام معلوم، لكل منا مقام معلوم، خلاص لكل مقام معلوم، وعدانا حدين. تقدم يا ابن عبد الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم ربه يا مولانا، كلم وين؟ ما كلموا فوق، الله وين؟ لا يا وهاب اوعى تقول فوق. طيب دي حلها كيف؟ انت هذه ما مشيت كويس وذكرت الإسراء والمعراج، ليه تاني تلكلكتها؟ كذا دي خليها، كلم فوق دي خليها. بعد شرع عليه شنو؟ قال والله
ما شرعت عليهم الصلوات الخمس كانت كم؟ والله مولانا ما كانت معروفة يا أخي، صلوات الخمس ما كانت أكثر من خمسة. أيوة كانت أكثر من خمسة آية، وبقت كيف؟ خمسة. والله ما كان أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه سبحانه وتعالى. يعني بيجي لموسى عليه السلام بيقول له أمتك ما بتعمل الكلام، ما بتصليها كثيرة عليها، أو ما مش كثيرة ما بتصليها، ما بتصليها، أرجع يخفف له، فيرجع إلى ربه. فيرجع إلى ربه، أي وين ربه؟ لا ما أسئلة سيدينا، إحنا ما بتجي معانا، ما هي في الحديث جات كيف ما بتجي معانا؟ عشان كاين نازل بتاع اللولو وما دارين الحق، والله الذي لا إله غيره، وجحدوا بها وعارفين، واحدين يكون عارفين لكن متلولو، ما شاء الله العافية. فلا بد من إثبات العلو لله جل وعلا. قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، أعظم شهادة وأكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، لا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أصدق منه. والشهادة هنا، الشهادة هنا من معانيها ومما ركز عليه المفسرون، قل أي شيء أكبر شهادة على أني رسول الله إليكم. هل أكبر شهادة أنتم يا قريش ويا أهل البيت الحرام، أم أن أكبر شهادة هم اليهود الذين قرأوا التوراة، أم أكبر شهادة النصارى الذين عندهم الإنجيل، أم أكبر شهادة عامة البشر؟ الجواب الله شهيد بيني وبينكم، فأنتم أبيتم أن تشهدوا لي بالرسالة وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم. لكفار قريش وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واليهود يعلمون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، مكتوب هذا مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بوصفه وبعلاماته وكل شيء. ولذلك قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم على أني رسول الله إليكم، وأوحي إلي هذا القرآن الذي أقرأه عليكم، أوحاه الله تعالى إليه لأنذركم به من عذاب الله، وأن الواجب عليكم أن تتوبوا وأن تستقيموا على أمر الله وأن تصدقوا الأخبار التي جاءت في النصوص وأن تتبعوا الأحكام، لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغه القرآن. في تفسير البغوي لأنذركم به يا أهل مكة، ومن بلغ من سواكم من العجم ومن الأمم أو من الناس إلى يوم القيامة. النداء للعرب والعجم ومن بلغه القرآن، إلى الناس جميعا وإلى الجن بغير ذلك. أئنكم لتشهدون، أئنكم سؤال استفهام، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تعبد من دون الله وتعبد بحق؟ قل لا أشهد، هذه شهادة كذب وظلم، لا أشهدها. وفيه أن الإنسان لا يشهد بالباطل، وأن أعظم الباطل هو الشرك بالله تعالى. والله ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما تشهد شهادة الشرك، ولا تشارك في قصص بتاعة الشرك، قصص وهمية ما فيها دليل، تقعد تنقل فيها زي أبويا الشيخ طار، أبويا الشيخ ركة، أبويا الشيخ خطوة هنا وخطوة في مكة، وأبويا الشيخ ده فج البحر بعكازه، وأبويا الشيخ بحي الموتى،
انت شفتها بعينك؟ لا والله ما شفتها. ايوه ما شفتها. اي قريت في قران، قريت القصص اللي سمعتها دي، القصص دي بتاع طه العركي وحسن وتحزونة بتاعت الصوفيه دي والدراويش دي، قريتها في القران؟ لا والله ما قريت. قريتها في السنه؟ لا ما قريت. وما شفتها بعينك؟ ايوه ما شفتها بعينك. وبتتكلم بها؟ اي بتتورط. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت تقول بتشيل لك قصص سايب تعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى، والناس يقعدوا ينادوا في الشيوخ بسبب القصص الوهميه دي. اذا الله بيسالك ستكتب شهادتهم ويسالون. قال الله بخليك زايا يوم القيامه، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ بخليك زايا في الدنيا لا يامرك ولا ينهاك ولا يوم القيامه حاسبك. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. عمل حسابك. اوعى تحكي لك قصه بتاع الصوفيه دي، قصه اسانيده ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. لما رقى كلمة شوف من الظلم تلقى زانيت كلها مكعوجة. لم تلقى في التقرير لابن حجر العسقلاني، ولم تلقى في ميزان الاعتدال للذهبي، ولم تلقى في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولم تلقى في التاريخ للطبري، ولم تلقى ظلم، ولا بالسير ولا بصفة الصف ولا بأي شيء. أسانيد سودانية وكلها بتاعت حبوبات وكذب وأوهام، ما في أي دليل. والله أي زول أنا سألته وأي زول أنت تسأل ليوم القيامة، من هنا ليوم القيامة؟ أنا أديك لها من هنا ليوم القيامة. يقول لك شيخ فلان بيحيي الموتى، تقول لي أحيا. أنت شفت أحيا ليوم زول؟ قلت له ما شفت والله، لكن حكوا لينا يا زول. في دين بيشيلوا بها حكوا لنا دين، دار تخش به جنة الله سبحانه وتعالى وتنجو به من النار والله يرحمك، تشيلوا بها حكوا لنا حكوا لنا. والحكوا لك حكوا له، ولا حكوا له حكوا 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 له برضه. يا ما اقول انا ابقى في حنقله زي دي وحكايات زي دي واوهام زي دي، ونخلي القران ونترك السنه نتابع الاوهام، نتابع القصص الوهمية والقصص المكذوبة. يا ناس ما تخافوا ربكم سبحانه وتعالى وبيسألكم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قل لا أشهد. علموا. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يشهد هذه الشهادة السيئة، شهادة الكذب، أن مع الله آلهة أخرى تستحق أن تعبد من دونها. قل إنما هو إله واحد، إنما أداة حصر في لغة العرب. قل إنما هو إله واحد، واحد للتوحيد، لا معبود لحق إلا الله، لا إله إلا الله. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لا بد أن تتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى يعرفونه، قال البغوي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون وصفه كما يعرفون أبناءهم. شو الكلام واضح، بيعرفوا الرسول عليه الصلاه والسلام وانه ده رسول الله وده وصفه وفعلا ده رسول جد كما يعرفون ابناءهم. الزول بيغب العرفه في ولده، مش الكلام ده واضح؟ بعد ده بتلولو يا ابو الحق. الذين خسروا انفسهم خسارة العمى فهم لا يؤمنون، فصاروا من اهل النار لانهم كفروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا في الشرك ووقعوا في المخالفات والمعاصي والآثام والجرائم والخطايا.
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا، ألف الكذب وجاء به ونسبه إلى الله تعالى وكذب على الله وكذب على خلق الله، وده موجود أصلا. الكذب ده نشر موجود بين الناس، والله الذي لا إله إلا هو يضل كثير جدا، وباسم الدين وباسم الولاية وباسم الصلاح. البرعي في الكتاب ده سلام مني قال ليه سلم يا ولد الكلب البيت ولد، قال ده شيخ اسمه أحمد ولد مدني، وده تلميذ يعقوب ابن أحمد الصليحابي، ويعقوب تلميذ أحمد الطيب البشير. والقصة دي وقعت لتلميذ أحمد الطيب البشير اللي هو اسمه يعقوب ابن أحمد الصليحابي، وبيروي أحمد ولد مدني أو جاب فيه أحمد ولد مدني، شفت كيف؟ وقال له في النهاية يعقوب ده تلميذه ده عنده 6 بنات، وجاء للشيخ قال له يا شيخ أريد ولدا ذكرا، قال له عندي 6 بنات وأريد ولدا ذكرا. بدل الشيخ يقول له بس عليك الله وأنا ما بدي الجنة والجنة بديه الله براو وأنا بدعو لك الله والله بيستجيب لك، إن شاء الله بيستجيب لدعوتي دي يمكن يستجيب لي ويديك ولد، أنا بسأليك الله بس والله هو اللي بيدي الولد. لا ما قال لك، قال له أحضر لي واحدة منهن، مش عندك 6 بنات؟ أي أحضر لي واحدة منهن في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. قال لي جيب لي واحدة يوم الجمعة بعد صلاة الصبح زي الوقت الثاني. قال فأحضر له واحدة في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. التلميذ طبعا هذا كلام يقوله للشيخ كانوا درويش ثاني بيطاول، وقال متى جاب له البدء. قال فتناول الشيخ سبحته، دي بدعة، سبحة بدعة في ميزان الشريعة الإسلامية. فتناول الشيخ سبحته وأخذ يذكر الله بهمة عالية، سخم في الذكر، سخم في الذكر، يكتب الذكر بتاعه ده وسخم فيه. قال ثم تلا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ومسح بيده على المرأة البت، مسح وين ما معروف مسح. قال فانقلبت ولدا ذكرا البت. قال قرأ لها الآية دي، الآية دي يا أبو الآية دي الله نزلها يقلبوا بها الناس مسكين، الآية دي ما قاعد يقروها النسوان معلومة رجال، الآية دي النسوان ما قاعد يقروها، النسوان ما قاعد يقرا المصحف، أنت صوفي بتصدق كرامة زي دي، خلي مرتك تقرا الآية دي، شوف مرتك تنقلب أبو شنب، ها؟ كلام شوف كل المرأة كلها كذا اقرأ الآية دي، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، شوف مرتك بتنقلب أبو شنب تديك بنية تعبانة. ما في كلام زي ده، القرآن ما بكلم الناس، القرآن قال لك الله قال لك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الله ذكر لك في القرآن قال لك خلق الله ده ما بدل بيقدر يبدله، أنت كيف؟ وأنت تبدل ده شغل شياطين، وأنت ما تقدر تبدل، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى ده ذاته ما بتقدر تبدل، ولا بتقدر تغير خلق الله بمعنى أنك تقلب البيت ولا لكن تغير خلق الله تسوي لك كريمات من لونك اسود تقلب ابيض، ده محرم في الشريعه الاسلاميه، ولا تعمل لك اشياء تقطع اضعان البهيمه ووك الى اخره تبتك الاذان وغيرها، دي مخالفات الشيطان بدعوك لها، لكن بيت تقليب ولد انت الله جابه بيت تقليب ولد انت شغال معارضه انت بتقدر على شغل زي ده. لله ما في السماوات، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، ده الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ده الله سبحانه وتعالى تيذب الليل. قال فقلبت ولدا طوال ساك الولد ما شبل به بقى عنده 5 بنات ولد مقلوب أطلن بيت عدلوها قلبها ولد. تصدق كلام زي ده؟ أنا ما أعرف الجلد لما انقلبها ولد شعر بقى في محله ولا ارتفع عليه فوق وباقي وفي حاجة ما كنا قلنا نفصل فيها. أنت كيف تقلب ولد؟ أنت حقار ولا شو؟ أنت البيت دي لو خاطبة زول الخاطبة ده يعني يجي يشرب بيبسي ولا يسوي جميع الخاطبة ده خاطبة سارة يجي يلقاه سامي وين خطيبتي؟ والله الشيخ قلبها. ده ما يمشي شكل الشيخ. تخيل العدل بعد شهر يجي يلقاه بدل سارة يلقاه سامي. كلام زي ده بخش عبد الله يا جماعة الناس ده داري يجننوا معاه ولا شو؟ ها؟ ده كلام مقبول؟ ده في كتاب لك سلام مني بتاع البرهي صفحة 40 ل 44 قاعد عندي في البيت وأوعد قول زاد الكلام. أنت عارف آخر طبعة عندي ذات الطبعة عندي 2003 والبرعي مات 2005 يعني في حياته عشان ما يقول لك حرقته في حياة البرعي ومطبعة دار الأسباط قاعدة هذيك في الخرطوم وفي رقم ايداع للكتاب ورا اخر صفحه في رقم الايداع ما تقدر تزيده تنقص الكتاب ده شغل كذب وحققوا ولد بنت البرعي ولد البرعي ولد بنته الوعد الرحيم حاج احمد ده بحق كتب البرعي ده بحقه عديد ما في طريقه تزيده تنقص هذه الكرامه زي اللي تخش ناخذ زول واقول زول عاقل هذه بلاوي يا جماعه الناس اللي بيلعبوا ساي والله كذبوا على الله وعلى خلق الله سبحانه وتعالى والله بيسألوا والله الله بيسألك كذب على الله كيف يا اخي تلف وتدور وكيف الختميه قالوا الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا ده ما كذب نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى اضاءت من محاسننا والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا ده ما كذب على الله وكذب على أنبياء الله وكذب على رسل الله أيوب ناداك أنت قال أيوب لما دعانا عند بلوته قالوا أيوب دعا الختمية أجابه الله إجلالا لدعوتنا والله في القرآن قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وين السر؟ وقالوا نار الخليل خبت من سر تفلتنا نحن تفينا فيها خبر ونار الخليل الطفام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم هذه شغاله بقت بردا وسلاما ده قران نصدق القران ولا نصدق الختميه ولا نصدق التجانيه ولا نصدق القادريه ولا نصدق السمانيه ولا نصدق البرهانيه هذا كله كذب ولف دوران والله الذي لا اله غيره اترك الصوفيه يا صوفي ابقى عاقل قبل تموت قبل يجيك ملك الموت ابقى على الاسلام بس اترك التصوف ولك يعني نبقى معاكم انتم ما تبقى معانا احنا مش بتكرهنا ما مشكله ما تبقى معانا اصلا ما تبقى معانا بس ابقى مسلم بس مستقيم بس صلي في الجامع وامشي البيت وامشي اشتغل في السوق جيب لاولادك اكل الله يرزقك وحد ربك حجاب اقطع طوالي بخره شرطه اوعك توليها ما فيها فايدة وبدع رسول ما سوى بخرات أبدا وما بتلقى في القرآن بخرة واحد ما بتلقى هذا القرآن بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بخرات في الإسلام ما في محايات كشح المحاية طوال ما في طينة ود الطريف تشفي من السعر ما في الكلب لو لم في الطريف ذاته بعضيه ولا
وده الطريق ده تبع الطين ما في طينه بتشكيلها هي طينه دي بتسوي لك حصوه وده دبار التصوف ده مورطك في الدنيا والاخره ما تلبس خضر مرقع اطلع يا خلبس ابيض نظيف وظريف الرسول صلى الله عليه وسلم كان من السنه البياض وكفنوا فيه الموت البياض تلبس خضر يا اخي جابرك خضر جابرك على شنو ما تشيل سبح ابن مسعود انكر السبحه انكر الحصى والتسبيح بالحصى ده ابن مسعود رضي الله عنه في سنن الداري قال ما في باطل عرفت كلامي ما تقدر نوبات ما في ذكر بين نوبات الله قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر دون الجهر يعني شنو يعني اقل من الجهر يعني ما تكورك بالذكر الجهر ما ضد السر صح ولا ما صح ودون الجهر يعني اقل من الجهر ما تكورك بالذكر تقعد تكورك ودون الجهر الله قال لك قل تقعد تقول ازعاج النوبة دون الجهر النوبة دون الجهر ولا صوت عالي هذا ما قرآن أنا ما عارف غير القرآن الدين شنو يعني واذكر ربك في نفسك تضرعا واذكر ربك للذكر مش نوبة قلت للذكر أنا أسمع القرآن واذكر ربك في نفسك مش مجموعة ما بذكر جماعي أبدا في ميدان الشريعة الإسلامية ما بذكر جماعي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر أقل من الجهر بالغدو والآصال بالغدو وقت الغداء زي السيدة بعد الصبح والآصال وقت الآصال زي العصر بعد العصر ولا تكن من الغافلين حتى ما كلام واضح برضو يدبر تل 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 بس يشتغل كده وكشلو كشلو كشلو يا اخي في ذكر بكشاكيش في ذكر بنوبات تدقدق واحد لاف في بكراع واحد منوط فوق بجواره واحد ساوي له شعر لعيونه ينطف ويحرك في شعره يمين شمال واحد يلفلف واحد لاف في سوره واحد بيقلب قوه واحد بيقعد في الواطة يتمرمط ويشيل التراب ويسويه في راسه ده كله مصور فيديوهات مرفوعة الآن بالنت ده كله شغل الدراويش والتصور ما في صحابي واحد صوفي ولا في تابعي صوفي ولا في واحد من الأئمة الأربعة صوفي ولا في زول فيه خير صوفي أبدا على وجه الأرض ما في والله شله بتاعت عصابة بيجوا بشيلوا قروش النسوان بس وبشيلوها بالبارد ما بيقلعوها غلا بشيلوها بالراحة ولك ولدك رايح برفع لك الفاتحة وبنم لك بالكتاب بنم لك بالخير وبفتح لك الكتاب كبر البياض ها كبر البياض وده سواد ما بياض اسمه سواد ومسموه بياض شفتها ويتكهن ليه بيحصل كذي بعد يومين كذي فوق الى اخره ويدوه القروش بالراحه بتكون لا فيها ضرائب لا فيها زكاه لانها مال ما طيب عرفتها ولا فيها مشاكل ولا فيها بتاع مرور بيثبت ولا اي شيء بيخم قروشه دي بيمشي يشتري العلوقه بتاعت البقر ولا يشتري بها حاجه ثانيه والبقر جاي منه اوكي قال تعالى يا ايها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والثانية دي أخطر من الأولى كون أكل أموالك دي بالباطل أموال الناس بالباطل دي ما دنيا في النهاية تمشي لكن الأخطر الثانية دي ويصدون عن سبيل الله خليك تكره التوحيد وتكره دعاة التوحيد وتكره الدعوة الحقة تكره الزول اللي ينصحك وتبغضه وما دام تسمع كلامه يا اخي اتق ربك الامر قريب قال او كذب باياته كذب بالايات فابى ان يؤمن بها وانكرها انه لا يفلح الظالمون اهل الشرك كما قال البغوي رحمه الله
لأن الله جل وعلا قال إن الشرك لظلم عظيم. ويوم نحشرهم جميعا، قال البغوي وهو يوم القيامة، ثم نقول للذين أشركوا، والله سورة الأنعام فيها توحيد كذا، أنت بصدر شوف لي قدام إن شاء الله. قال ويوم نحشرهم جميعا، شو الموقف ده مخيف كيف ده يوم القيامة، ثم نقول للذين أشركوا، البناد غير الله والبيستغيثوا بغير الله والبيلجوا إلى غير الله والبيتوكلوا على غير الله والبيقولوا غير الله بيعلم الغيب والبيقولوا غير الله بيدي الجنة، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال البغوي كنتم تزعمون أنهم شفعاء يشفعون لكم عند الله تعالى، وين وين كنتم تعبدون. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا، فرادا انت مش براك، ده ما قرآن عليك الله ركز، ده قرآن ماسك لك في شيخ هاي. ولقد جئتمونا فرادا براك بتمشي، شيخ ما مش معك، تلاقي ربك براك، بتخش قبرك براك، تعلق بيا الله خير لك. قال الشيوخ فكهم من الليل، اقول تبت تاني ما دار شيخ ولا حجاب ولا بخره ولا محل، انا موحد من الليل اقول كده وارجع لي الله سبحانه وتعالى واتوب لي واندم، والله الله ينجيك ويرحمك، لكن تموت تتلولو. قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، الله خلقك براك ولا بشيخ؟ مش براك؟ اي ها بعدين تجي براك. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. الله قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. وينهم؟ بيجوا؟ بيجوا يتابعوا يوم القيامه؟ ما بيجوا. ها يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال البغوي ثم لم تكن فتنتهم، اي جوابهم ومقالتهم، والفتنه اصلها الامتحان، الامتحان. قال البغوي رحمه الله، راجع تفسير ابن كثير، راجع التفاسير دي، قال وهنا لطيفة، وهي أن الذي يحب أحدا ويظن أن نجاته فيه إذا جاءت الكربة ولم ينجه من أحبه وصار بريئا منه، صارت هذه فتنة له. زول انت معتمد عليه، جات الكربة قالوا ليك الزول ده بس متعلق عليه والليل من عذبك بسببه، تقوم تتبرأ منه، دي الفتنة هنا، دي الفتنة، دي المحنة، وده الامتحان. والله الذي لا إله إلا هو. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال البغوي ظنوا بذلك أنهم يخفون شركهم وأنهم ينجون بذلك. والله ثم لم تكن فتنتهم، جوابهم ومقالتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بيقول يحلفوا والله ما كنا مشركين في الدنيا ولا بتنشرك نحن كذا. قال البغوي رحمه الله، وراجع تفسير ابن كثير، قال رأوا والله قريت كذا، قال رأوا أن أهل التوحيد، باللفظ دي كده، أن أهل التوحيد يغفر لهم ولبعضهم ما وقعوا فيه من الذنوب، فأرادوا أن يكونوا مع أهل التوحيد فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. شوف المحنة دي، عشان كده الله سبحانه وتعالى قال
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ويحلفون له كما يحلفون لكم. وهناك هناك في سورة الشعراء فكبكبوا فيها هم في النار في النار في نار جهنم ولظى السقر والحطمة شفتها قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يحلف هناك حرف يحلف إنه والله إننا كنا في ضلال وهنا يحلف شافوا العذاب وشافوا أهل التوحيد يغفر لهم خلاص دار يكذب ودار يغشوا قال ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ركز في الآية دي 23 بتجيك بعدين في الصفحة الثانية ركز فيها إن شاء الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم كذبوا على أنفسهم كانوا على الشرك وضل عنهم ما كانوا يفترون على صداع وراح وفقدوا شركاءهم في أحوج ما يكونون إلى النصرة والنجاة فقدوا هؤلاء لأن الشرك معه والخذلان الشرك معه والخذلان واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم من دوني ولا من دون الله؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وسورة ياسين كمان عجيبة الآيات في سورة ياسين واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لعلهم ينصرون عبدوا غير الله لعلهم ينصرون عشان غير الله ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون الدراويش عبدوا غير الله عشان أسيادهم ينصرون قال لك ديلك ما بينصرون وديل في الدنيا جند محضرون بس يأشروا لهم كذا يجروا لهم السيد في الدنيا أسيادهم ديل ديل جند محضرون بأسيادهم في الدنيا بيخدمون في الآخرة الأسياد بيخذلون ما بينصرون شو الشغل لك يا فهم. قال ومنهم من يستمع إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا على قلوبهم أكنة أكنة أغطية أكنة أغطية أن يفقهوه ما يقدر يفقه مش عدم القدرة المعروفة دي لا من سوء قلوبهم عليها أغطية لا تقبل الحق ولا يدخلها النور وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا مانعا وحاجزا مع أنهم يسمعون الكلام لكن قلوبهم سوداء مختوم عليها الشر والكفر والضلال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية يروا الدلالات والمعجزات حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا أي القرآن الذي تتلوه وما تأتينا به من الآيات والمعجزات إن هذا إلا أساطير الأولين أي قصص الأولين القصص المؤلفة وأساطير جمع أسطورة أسطورة في الخيال
يصفون القرآن أنه أساطير الأولين، ويصفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أساطير الأولين، وهذا من كذبهم ومن كفرهم ومن عنادهم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال ابن كثير فيها تفسيران: وهم ينهون عنه عن القرآن، وينأون عنه يبتعدون، نأى يعني ابتعد، وهم ينهون عنه عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني: هذه الآية في أبي طالب، هذه الآية في أبي طالب. ابن كثير رجح الأول، الأول ده قول مجاهد وجمع من المفسرين وده الصحيح. والتفسير الثاني برضو ذكر البغوي رحمه الله تعالى، والبغوي برضو بميل للصحيح، التفسير الصحيح، التفسير الصحيح ده ظاهر الكلام والله أعلم في كلام البغوي في كلام ابن كثير، وده رجحه، ده الراجح أنه النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني قالوا ده أبو طالب ينهى الناس عن أذى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مبتعد عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والبغوي جاب الأبيات بتاعت الشعر بتاعت أبي طالب، الأبيات المعروفة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، ولقد صدقت وثم كنت أمينا، إلى آخره. قالوا: وهم ينهون عنه وينأون عنه يبتعدون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم بهذا البعد وعدم قبول الحق وما يشعرون، وأن هذا سبب لهلاكهم في الدنيا والآخرة. ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا من يحسن هذا الخطاب في حقه، ولو ترى إذ وقفوا على النار هؤلاء الكفار، إذ وقفوا على النار، قال البغوي في النار، وقفوا على النار في النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار سواء كان في النار أو في على شفير النار أو رأوا النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، تمنوا الرجعة وقالوا هذا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم. وهذه الآية ربطها البغوي بالآية السابقة: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فأخفوا أنهم كانوا على الشرك. وهنا قال: بل بدا لهم، ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، وأنهم أهل شرك، وأنهم أهل هلاك، وأنهم أهل ضلال، وأنهم يستحقون النار. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب ومن الكفر والمعاصي، وإنهم لكاذبون. هذا اللي شوف الكلام العجيب، قال لك على النار دين لو رجعون تاني الدنيا مش شافوا النار وضاقوها ويتجرسوا وصرخوا وكوركوا وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لو رجعون للدنيا تاني نرجعوا للكفر والتكذيب والمعاصي والشغل لك، لأنهم أهل شر. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون أنهم في قولهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كاذبون في ادعائهم الإيمان أنهم سيؤمنون إذا أرجعوا إلى الدنيا. هذا كذب، بل هم أهل كفر وأهل شر، ولذلك استحقوا دخول النار. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الأجال ووفق، غدا نحكي ونواصل إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.